وقعت مؤسسة الأهرام الصحفية اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الوطنية لإنشاء وتطوير أول ناد استثماري اجتماعي رياضي بالقاهرة الجديدة. ويقدم النادي العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، ومنها منطقة المطاعم وصالات الجيم وحمامات السباحة وأماكن الترفيه الرياضي للأطفال، مع مركز تجاري إضافة لإنشاء شركة متخصصة لإدارة النادي بشكل استثماري يضمن له التطوير المستمر وتعظيم الاستثمار. بنعمل النهاردة يعني أول مؤسسة صحفية النهاردة يمكن في العالم كله تدخل في مجال النشاط الرياضي ويبقى تبقى عندها نادي، وده الحقيقة مش بعيد عن نشاطنا. يعني بعض أحيانا ممكن يقول طب الصحافة، لا، انت النهاردة انت بتتكلم على مفهوم متكامل لبناء الإنسان المصري. الصحافة، الثقافة والرياضة جزء من مفهوم متكامل الإنسان المصري. الصحافة كمهنة مهنة مكلفة جدا، ويمكن احنا مسكنا في فترة صعبة جدا وهي فترة كورونا وفترة الأزمة الروسية الأوكرانية. طبعا نتيجة لهذا الموضوع ان فيه الفجوة دي بتزيد لان الاعلانات بتقل، فاحنا بدانا ان احنا نفكر لازم انا عندي اصول ثابته. المؤسسات الصحفيه دايما انا بقول ان هي غنيه باصولها الثابته، ولكن لازم الاصول الثابته ديت لازم تستغل. بالاضافه ان الموقع المتميز نفسه للمشروع هو موقع متميز جدا في القاهره الجديده، في موقع من اهم المواقع، لكن التجربه بتاعه يعني شخصيا في التعامل مع الاهرام في ظل ادارتها الموجوده والتعامل كان موضوع فيه فكر استثماري عالي جدا الفتره الماضيه. احنا بنتعامل برده مع الاهرام براند نيم كبير في كل الاحوال، هو اسم كبير مرتبط بحاجات مهمه جدا في البلد عندنا. احنا قادرين نبني على الاسم ده وعلى الكريدت اللي موجود بتاعه في السوق ان احنا نبني منه ان شاء الله يعني مستقبل جاي جدا للمشروع ده ان شاء الله.